الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام وخاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة كذلك بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتمنى أن يكون إن شاء الله يعني في له الإضافة يعني اللي فيها معلومات قوية لكم، واللي تساهم إن شاء الله في تعزيز ثقافتكم الصحية اللي نحن نتمنى أن نتوجه بها بكم نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة ونمط حياة صحي وسعيد. إذن أرقام التواصل معنا مستمعين على 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، ونتواجد معكم عبر حساب نور دبي على الانستغرام بشكل مباشر بالصوت والصورة. عموما الصوت مو بواضح، يعني اوضح من شي ما في الصراحة، سامحونا، هذا يكلمونا على الانستغرام لايف، لكن ان شاء الله منشوف يمكن نتعدل الصوت، منطلع الواير وندخله مرة ثانية ان شاء الله يكون الصوت اوضح كذا. عموما نبدأ معاكم حلقتنا بهذه الدراسة اللي تقول قطرة دم واحدة للكشف عن الزهايمر. توصل علماء من اليابان إلى تقنية جديدة في تخصيص أسوأ أمراض الشيخوخة وأكثرها انتشارا في العالم، واستطاع العلماء تحديد مجموعة من المواد المرتبطة بصفائح بيتا أميلويد، وهو يعني هذا البيتا أميلويد هو بروتين يتراكم في أدمغة المصابين يتكون من 39 لين 43 حمض أميني، من خلال فحص قطرة دم واحدة من دم المصابين بخرف الشيخوخة. إذن العلماء صرحوا في المركز الوطني الياباني لدراسة طول العمر بأن 0.5 مليمتر من الدم كافية للقيام بهذا التحليل والكشف عن مرض الزهايمر. والاختبار التقنية الجديدة قاموا بفحص قطرات دم لأكثر من 200 مريض في اليابان واستراليا تراوحت أعمارهم بين 60 و90 عام، ووصلت نسبة الدقة إلى مراحل كبيرة جدا. إذن مثل هذه الاكتشافات المستمعين يعني تساهم بشكل كبير في يعني الوقاية من الأمراض، معرفة الأسباب والتوجه نحو العلاج. وكلنا نعرف يعني مرض الزهايمر يعني من الأمراض اللي ممكن، على فكرة مرض الزهايمر ممكن يصيب يعني حتى اللي صغار في السن، يعني في نهاية الثلاثين بداية الأربعين ممكن يصابون بالزهايمر في حالات معينة. فممكن يعني إذا ما انتبهتوا له بشكل كبير ممكن واحد يصاب فيه في سن مبكرة، ولكنه معروف أنه من أمراض الشيخوخة. عموما يعني كنت تكلمنا نحن في أكثر من حلقة عن هذا المرض وتفاصيله، وإن شاء الله بعد كذلك ما يمنع أن نحن نتكلم مرة ومرتين وثلاثة عنه. نرجع
القرآن خير حافظ من الزهايمر، صحيح. في هنالك الكثير من التمارين والأشياء الواحد ممكن يسويها على أساس أنه يعني يقي نفسه من هذه الأمراض، وبالفعل القرآن واحد من هذه الأمور. الحفظ المستمر لكتاب الله عز وجل يساهم بشكل كبير في هذا الموضوع. ممكن تستضيفون أحد الأطباء ليشرح لنا عن قطعة الشريحة لعلاج السكري أبو يوسف إن شاء الله. بعد تكلمنا عنها، لكن إن شاء الله نرجع ونتكلم مرة ثانية وثالثة ورابعة، لعل يعني أحد من المستمعين ما سمعنا في الحلقات السابقة ممكن أن نطرح الموضوع مرة أخرى. عموما عندنا يعني رسالتنا الخاصة بالإعلام الاجتماعي وآخر المستجدات عبر حسابات هيئة الصحة بدبي، بتخبرنا عنها الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين أخوي محمود. بس بخصوص مرض الزهايمر، سمعت الدراسة وسمعت كلامك، يصاب فعلا، يصاب في صغار السن، لكن إذا كان العامل الوراثي عندهم كبير. صحيح. بس نحن نتمنى الناس أنهم ما يخافون ويركزون. في بعضهم في معلومة دائما توصل في قنوات التواصل الاجتماعي، وخصوصا لما نطلع لايف مع الأطباء، يقولون الواحد لما يشغل مخه وايد مخه يتعب. بالعكس، انت لما تقرا وايد، تحفظ وايد، وتشغل مخك وايد، وتشتغل على الالعاب الذهنيه والكتب الذهنيه، هذا يقيك او يبعد او يؤخر مرض الزهايمر اذا كان شخص عنده مثلا استعداد وراثي. كلام سليم. نعم. نتكلم بس انا دائما وصلنا على السوشيال ميديا تستيق بخبركم. لا زين، انا عرفت انك بتعلقين. طيب شو عندنا اخر مستجدات على موضوع اخر مستجدات اليوم؟ ان شاء الله راح نتكلم عن مرض السرطان بشكل عام، راح اركز على وايد يعني في الاسئله اللي قمنا نستشفها من السوشيال ميديا راح يتم طرحها على الاطباء اليوم في صحتك لايف. صحتك لايف اللي هو في السابق كان العياده الذكيه. غير هذا احنا نتمنى الناس اللي يتابعونا ايضا على قنوات التواصل الاجتماعي، نحن قاعدين نحط نصائح كيف الإنسان يقلل من خطر إصابة بالسرطان. نعم. إذا رب العالمين كاتب الواحد راح، إحنا ما نقول رب العالمين هكذا، لكن أنت ولا ترموا نفسكم إلى التهلكة. في بعض العادات اللي نحن نسويها الخاطئة، منها مثلا الامتناع عن الرضاعة الطبيعية، هاي تزيد الخطورة. فنحن هاي الأشياء اللي قاعدين نحطها في السوشيال ميديا على مدى هاليومين، ونتمنى الكل يتابعنا على قنواتنا اللي هو DHA_Dubai في تويتر، إنستغرام، سناب شات، وبريسكوب، وايضا انتبه صورتي على الفيسبوك ولينكدين واليوتيوب. ونختمها بالرساله الصباحيه. تفضلي يا اسماء. تحدى فشلك واعد المحاوله بخطه جديده ومختلفه، كرر ذلك حتى تنجح. احتمال وخلي يعني نتمنى الناس ان كل فشل يفشلونه هذا مو فشل، هذا عرفتوا طريقه خاطئه لازم تتجنبونها. فشل النستا يسمونه، فشل النستا. فشل النشطة. أوكي حبيتها. فأتمنى الناس تتابعونا على هاشتاج صحتك لايف الساعة 11، راح نبدأ اليوم مع السرطان، مع أخصائي تغذية، وأيضا مع طبيب عن الأورام. جميل. شكرا لك أسماء. يعني أنا على طاري الفشل النشطة، زين، يعني البارحة كان في خبر وايد أزعجني، أن هنالك يعني أحد الإعلاميات من مشاهير السوشيال ميديا، يعني في 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 مبادرة أمنية، يعني كان في طلب من أحد من طفلة مريضة بالسرطان، طلبت أن تقضي يوم يعني مع هذه الشخصية. للأسف أنها طلبت مبلغ مالي على أساس أن تحقق لها هذه الأمنية، طالبة يعني مبلغ 20,000 على أساس أن بس تقعد مع الطفلة هذه وتقضي معاها يوم. هني نوجه رسالة، يعني يا جماعة الخير،
الأمور ما تقاس بهذا الشكل. يعني هذه 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 مسألة سيئة جدا، يعني ما فيها أي أبعاد إنسانية، ما فيها أي أبعاد أخلاقية، ما فيها أي رسالة يأخذها الإعلام الصادق مع نفسه ويحاول يوصلها إلى المجتمع. يعني نرجع نقول هنالك يعني نماذج في الإعلام الأجنبي ومن مشاهير العالم الأجانب، ولكن تبقى عندهم هذه الفسحة الخاصة بدعم المبادرات المجتمعية مجانا. الآن يعني طفلة ومريضة بالسرطان، يا تبغين تقعدين معاه ب20,000 درهم؟ يعني والله ما يعجز الكلام ان الواحد ممكن يعلق على هذا الخبر، لان هذا يعني ما فيها إنسانية، ما فيها مسؤولية مجتمعية، ما فيها اي احترام لهذا المجتمع اللي بأمانة. يعني مسألة الخير متجسدة في داخل هذا المجتمع. فإذا وصلنا إلى هذا المستوى، أعتقد نحن يجب أن نقف وقفة محترمة مع أنفسنا، ويجب علينا نحن أن نوقف مثل هؤلاء، لأن نحن اللي وصلناهم هذا المستوى على أساس أنه ممكن يكونون من المشاهير، ولكن يوصلون أن يستغلون هذه المسائل بهذا الشكل. لا، هذا شيء يعني نتمنى أن يعني يتم إيقافه بشكل مباشر. وأول ناس لازم نحن نشتغل عليه اللي هو نحن، أن نحن نوقف مثل هؤلاء الشخصيات عن استغلال مثل مآسي الناس ولا فرحة طفلة مصابة بالسرطان بهذا الشكل. عموما مو موضوعنا نحن، بس أنه على الطاري يعني الموضوع مع اسمه. نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم عن مستشفى راشد وبعض القدرات والإمكانيات اللي يتميز بها قسم الطوارئ. بيكون معانا إن شاء الله الدكتور فيكتور بطرس، استشاري ورئيس قسم الحوادث بمستشفى راشد. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا قبل الفاصل وعدناكم مستمعين أن نحن نتكلم عن بعض القدرات والإمكانيات التي يتميز بها قسم الطوارئ في مستشفى راشد. مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة في دبي، واحد من المستشفيات اللي نجحت في وقت قصير ووجيز في أن تكون من المستشفيات الرائدة والأسرع تطورا في طب الطوارئ والحوادث والإصابات على مستوى المنطقة ككل. أيضا يعد المستشفى أيضا من ضمن التصنيفات الأولى عالميا في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وهذا أكيد من دون شك يعود إلى العديد من الأسباب والمقومات، ما نذكر منها يعني التجهيزات، التقنيات الحديثة، الكفاءة والكوادر الطبية المميزة، وأيضا أهم من هذا كله هو روح العمل والتفاني اللي تسود فريق العمل في مركز الطوارئ بمستشفى راشد. معانا في الاستوديو الدكتور بطرس، فيكتور بطرس، استشاري ورئيس قسم الحوادث بمستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور. يسعد صباحك أخ محمود. يا هلا. طبعا في مجموعة مسجات جتنا دكتور يقول والله خنقتني العبرة، وين الإنسانية وابتغاء الأجر من الله، من فك كربة عن أخيه من كرب الدنيا فك الله له كرب يوم القيامة، تبغي له ضربة 20,000 ضربة. صباح الخير، ما سمعت عن الإعلامية التي تريد أن تتاجر بالطفلة مريضة بالسرطان، مرعب مرعب، وناشر الجهات المسؤولة بأخذ أقصى العقوبات إذا كان الأمر هكذا، شكرا لكم. طيب يعني هذه الرسائل كانت على التعليق اللي كان قبل الفاصل حول يعني أحيانا المتاجرة بمآسي الناس، هذه اللي نحن ما نتمناه. دكتور نرجع لموضوعنا الرئيسي، مستشفى راشد ومركز الطوارئ بمستشفى راشد واحد من المراكز
المراكز المميزة في المنطقة. نحن نبغى نتكلم في البداية عن مكانة المستشفى بوجه عام كأحد أبرز المستشفيات الخاصة بخدمات الطوارئ في المنطقة. يعني مشفى راشد مش مشفى خاص, مشفى حكومي. يعني هو الأساس باستقبال كل الحالات الإسعافية على مستوى إمارة دبي والإمارات حوالي دبي. المركز مهيأ يستقبل أي حالة إسعافية ويتعامل مع أي حالة إسعافية مهما كانت نتيجة إصابته أو نتيجة المرض. طبعا مثل ما أشرت أنت موجودة كفاءات ذات خبرات كبيرة بالقسم. القسم مجهز بتجهيزات عالية المستوى, في supportive team يعني تيم داعم له من ضمن المستشفى في حال انه استقبلنا حالات اصابات عديدة. كمان قسم الطوارئ جاهز لحالات الكوارث وعنده خطة متكاملة للاستجابة السريعة بالتعاون مع باقي اقسام المستشفى. جميل. طيب دكتور, طبعا التجهيزات والتقنيات اللي موجودة في مركز الإصابات في مستشفى راشد, مركز الإصابات والطوارئ, تجهيزات على أعلى مستوى. خبرنا يعني وين وصلنا في هذا الموضوع, وأيضا خلنا نتحدث عن الكوادر الطبية وآلية العمل عندكم في هذا المركز. الكوادر الطبية الموجودة كلها شهادات عالية مدربة اختصاص التعامل مع حالات الطوارئ والحوادث. التجهيزات اللي موجودة مباشرة هي بتساهم بسرعة التشخيص وسرعة التدخل لإنقاذ الحياة. أهم منطقة في قسم الحوادث هي منطقة الإنعاش, بحيث تقدر تستقبل حوالي 12 حالة بوقت واحد والتعامل معه. مهيئة هذه المنطقة أنه حتى تعمل عمل جراحي إسعافي فوري, مهيئة بكل التقنيات الشعاعية وغير الشعاعية للتشخيص والتدخل الفوري. جميل. طيب دكتور, هني أنا أبغى أطرق لموضوع, يعني أحيانا في وايد ناس يفاجئون أن أطباء الطوارئ يعارضونهم لأن يعطون الأولوية لمرضى آخرين, يعتقدون ان في واسطة الموضوع, يعني في يشوفون ان ليش دخلتوا هذا قبلي انا. لا يعني هني ابغى اتكلم دكتور, هي انا عارف ان في بروتوكولات يعني انتوا حتى حاطينها على جدران المركز خاصة بموضوع تصنيف الحالات الطارئة. فخلنا نوعي الناس بهذا الموضوع دكتور. صحيح. عندكم واسطة؟ لا واسطات, ما في واسطات مع الحالات المرضية, بس يعني كل المراجعين حيتلقوا الخدمة الطبية المناسبة لهم. طبعا احنا عنا نظام التصنيف والفرز. نظام التصنيف والفرز هو منشان يحرص على انه المريض ينشاف بالوقت المحدد لتقديم الخدمة الطبية. في بعض الحالات لازم تتقدم الخدمة الطبية الى فورا, او انه بدأت تتأثر حياة المريض. بناء على ايش؟ بناء على شكوى المريض, طبيعة اصابته, طبيعة حالته السريرية بالتقييم. لهالسبب هذا نحن في طبيب موجود على منطقة الاستقبال. صح. تبع سيارات الإسعاف 24 ساعة. صحيح. هو اللي بيقوم بتقييم الحالة أحيانا أكثر من طبيب بعد. بالضبط. إيه. إذا حسب حجم المرضى للمراجعين. فهذا وظيفة الطبيب بالنسبة للحالات الحرجة, بيقدر يشوفها فورا وبيوجههم لأي مكان لازم يروح. شو هي التصنيفات اللي عندكم دكتور؟ يعني شو هي التصنيفات اللي موجودة؟ عندنا تصنيفات الحالات الحرجة جدا اللي لازم تنشاف فورا, تتقدم للخدمة الطبية فورا, اللي هي على المستوى الأول. بالضبط. أي. هي بنسميها المستوى الأول. أوكي. المستوى الثاني انه لازم تتقدم الخدمة الطبية خلال 10 دقائق. أوكي. المستوى الثالث خلال نص ساعة. المستوى الرابع خلال ساعة. وفي الحالات الغير طارئة ممكن نشوفها كمان, احنا بس بده يستنى لحدود الساعتين. ممتاز. احيانا بس احيانا يعني بنشاف خلال ربع ساعة على حسب المراجعين اللي موجودين. دكتور في ايطاليا وبعض الدول الأوروبية اللي يعني يفترض ان هي متقدمة, من الدول المتقدمة, الطواري اذا رحت الطواري ممكن تاخذ 5 إلى 6 ساعات تقعد تنتظر اذا كانت حالتك غير طارئة. ايه بالضبط. أي. بالضبط بالضبط بالضبط. وحتى بعض الحالات الطارئة اللي هي لازم لها خدمة طبية, بس ما بيأثر اذا تأخرت
الخدمة ما بتتأثر لا الطرف ولا حياة الإنسان، بده ينتظر بس شوي. طبعا الانتظار مش مقصود، الانتظار في المعنات الأطباء مشغولين مع مرضى تانيين بحاجة لخدمة طبية تقدم فوري. يعني نحن بقسم الحوادث عنا 12 طبيب على الدوام بالشفت الواحد، 3 شفتات خلال اليوم، موزعين على المناطق بحيث انه يقدروا. في عنا حوالي 400 ل 450، احيانا 500 مراجعة يوميا. بس الحمد لله الامور ماشية، تلاقي بين 400 و 500 واحد بتكون حالته غير طارئة. صحيح. بس بدوا الخدمة الطبية تقدمه بسرعة. يعني الحمد لله نعتقد الآن شوي الوعي شوي صار أكبر بمسألة أن الواحد يتوجه إلى الطوارئ، ولكن هناك بعض الحالات اللي ما تزال يعني ما وصلتها فكرة أن أقسام الطوارئ هي بالفعل موجهة فقط للحالات الطارئة. يا جماعة الخير الواحد يتصرف، لأن عندنا كذلك مراكز صحية تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الغير طارئة. طيب دكتور، يعني أنا أبغي أخذ بعض ملامح العمل اليومي اللي عندكم في مستشفى راشد، الجهود المبذولة اللي أنتم تسوونها في إنقاذ الحالات الحرجة، يعني تعطينا بعض الملامح بالنسبة لي يوم الطبيب الذي يعمل في قسم الطوارئ كيف يومه؟ طيب نحن بهمنا الحالات الإسعافية الشديدة، نحكي عنها. يعني في عندك الحالات الحوادث، حالات إصابات العمل، حالات إصابات القلبية القاتلة، حالات إصابات الجلطات الدماغية القاتلة. هذه أكثر الحالات اللي مهمة اللي بنعطيهم اهتمام مباشر. فالفريق مباشرة اللي بيتدخل لأي حالة من الحالات هي عبارة عن تدخل فريق كامل مش طبيب واحد. فالمستشفى عاملين فريق لكل حالة من الحالات. فالجلطات الدماغية وأمراض القلب، الجلطات القلبية ممكن إنقاذهم فورا عن طريق حل الخسارة. إذا كان له جاي بوقت معين وبوقت محدد بيتم فورا إجراء الاستقصاءات اللازمة من تصوير طبقي محوري أو تخطيط أو قسطرة قلبية لهم. وبالنسبة للحوادث السير بيتم فورا تدخل فريق متكامل لإنقاذ حياته لإنعاشه، بالأول تشخيص الحالة بأسرع ما يمكن ونقله إلى غرفة العمليات إذا كان بحاجة لعمل جراحي. ممتاز. طبعا الفريق اللي موجود للتعامل مع الحالات مؤلف من عدة اختصاصات، منها اختصاصات التخدير، اختصاص الجراحة العامة، الجراحة العظمية، الجراحة العصبية، وإضافة لأطباء الطوارئ اللي موجودين. هذه ممارسة دكتور يعني بدأتم فيها مؤخرا، اللي هي يعني التنسيق بين الطوارئ والأقسام الأخرى. أيضا هنالك التنسيق ما بين مستشفى راشد والمستشفيات الأخرى في بعض الحالات كذلك دكتور. أي أكيد في تعاون، لأنه حجم العمل طبعا مش فراشد، ويعني المركز اللي عم تجي مسؤول عن حتى إدارة الكوارث واستقبال أكبر عدد حالات الإصابات، خاصة الإصابات العظمية والجراحية وإصابات الدماغ. بالطبع في تعاون، في خطة تعاون مع بقية المشافي الهيئة ومع المشافي الخاصة ومع مؤسسة خدمات الإسعاف، في حال أنه كان في عدد كبير من المرضى ممكن يجوا كان خلال كارثي أو خلال حادث كبير. فبيتم توزيع المرضى على هذه المشافي. وفي تعاون، بدي أذكر تعاون مع مشفى وزارة الصحة المشفى الكويتي كمان، بيتم التوزيع حسب الحالات. بس بضل مشفى راشد هو اللي بيستقطب الحالات الأكثر خطورة. صحيح. طيب. دكتور يعني أنا في نهاية هذا اللقاء بس أبغي أخذ منك كلمة يعني لأكثر الحوادث اللي ممكن أنتوا تصادفونها وتبغي يعني الواحد ممكن يتفاداها بشكل كبير، يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها للمستمعين يعني للاهتمام بصحتهم وأيضا تفادي مثل هذه الحوادث والتواجد لا قدر الله ضمن يعني مركز الطوارئ. في كتير من الحوادث ممكن فادية بس شوية انتباه وحذر، وخاصة حوادث السير اللي بيكون في بالسيارة أطفال.
فيعني نحن بننصح دائما بالالتزام بقوانين السير بتحديد السرعة بوضع حزام الأمان والتزام وضع الأطفال بالأماكن المخصصة لهم. صحيح. فهذه بتقول لأنه شفنا حوادث بالفعل مأساوية مؤسفة بعدم الالتزام بهالنصائح وهي شغلات بسيطة يعني. جميل. نحن شاكرين لك دكتور فيكتور بطرس استشاري ورئيس قسم الحوادث بمستشفى راشد على تواجدك معنا، وتمناكم التوفيق، لديكم جهود كبيرة نحن نقدرها، وهذه تحية لجميع العاملين في قسم الطوارئ في مستشفى راشد. عمل مميز يعني، شاهدتي فيكم مجروحة، ولكن يبقى أو تبقى الإشادة بكم دكتور يعني لزاما علينا، لأن هذه الجهود اللي تقدر في إنقاذ حياة الناس لا تقدر بثمن. شاكرين لك دكتور، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. واجبنا أخي محمود، شكرا لك وشكرا لكل المستمعين. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث كذلك عن موضوع آخر في تعزيز أنماط صحية تجمع الأسرة في بشكل عام ضمن مختلف الفعاليات التي تشهدها دبي. الجو بارد، جو عزب، جو بر. نحن عندنا عقب الفاصل إن شاء الله منتكلم على بعض السلوكيات وبعض الأشياء وبعض الفعاليات التي تقيمها هيئة الصحة بدبي والتي تتوجه من خلالها إلى الجمهور من خلال هذه الأماكن. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا متواصلين معاكم عبر هذا البرنامج. يعني قبل الفاصل كنا نتحدث حقيقة عن تواجد هيئة الصحة بدبي في مختلف الفعاليات التي يعني يتجه إليها المجتمع الإماراتي. الجو بارد عندنا في هذه الأيام، ولكن في الوقت اللي تعمل فيه الهيئة جاهدة في تعزيز مفاهيم الأنماط الصحية وجودة الحياة في قلب المجتمع، تحرص أيضا على تحقيق الهدف نفسه في أوساط موظفيها والأسرة الصحية اللي تنتمي لها. في هذا الإطار خرجت الهيئة بالعاملين فيها إلى الهواء الطلق، حيث الحياة في ثوبها الطبيعي، ها، وأيضا الأنشطة غير المألوفة. طبعا كل هذا يجب أن يعزز بالغذاء الصحي. اليوم الهيئة يعني عندها مبادرة اسمها عزبتنا غير، تستضيف موظفي هيئة الصحة بدبي في أجواء أسرية مميزة. أيضا هذه العزبة كذلك مفتوحة للجمهور اللي يتواجدون في هذه المنطقة. ما نتعرف على هذه التفاصيل كلها مع الدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة. صباح الورد والفل، شكرا لزيارتك أنا زرت أثناء التجهيزات يعني. كنت أيضا للأمانة حتى مؤسسة دبي للإعلام عندهم عزبة، القيادة العامة لشرطة دبي عندهم، مجموعة من الدوائر الحكومية تتواجد في هذه المنطقة. ولكن اللي يميز عزبة هيئة الصحة بدبي الآن بتعرفين على هذا الموضوع، وأيضا شغلة مهمة أن العزبة مفتوحة للجمهور يزورون العزبة. العزبة مفتوحة، ممكن تتواجدون فيها، فيها العديد من الفعاليات. فأول شيء دكتورة خبرينا عن هذه المبادرة وأهدافها. طبعا برعاية كريمة من معالي حميد القطامي مدير عام هيئة صحة دبي رئيس مجلس الإدارة، وتماشيا مع استراتيجية هيئة صحة دبي لعام 2021 لنوصل لمجتمع صحي، مجتمع صحي وآمن وسعيد بعيد عن الأمراض، وبطريقة زي ما أنت تفضلت محمود خارجة عن المألوف، فيها يعني تواصل مع المجتمع. هو مخيم صحي في مسابقات، في فعاليات، مكانه في الطي، في الطي ايه. عند المخيمات الشتوية بالضبط. يعني زي ما تفضلت ايه. كل الدوائر الحكومية حتى الأشخاص منطقة عندهم معروف يعني. منطقة معروف مخيم شتوي، في عندك مسابقات مجتمعية. أهدافها أنه نوصل لمجتمع صحي، نوعي عن، شفت انت العزب ما شاء الله منتشرة دائما، صح. كان هدفنا الاساسي انه كيف انا اقدر اعمل اخيم او اعمل مخيم بطريقة ما يصير عندي اسهال
ولا تسمم ولا برد ولا وكيف انه ممكن اني اكل بطريقه صحيه، كيف ممكن اعمل رياضه بطريقه بدون ما اذي نفسي وممتعه بنفس الوقت. ف وطبعا عملناها بإطار كمان عززنا فيها الهوية الإماراتية، بحيث أنه نعرف المشاركين حتى على عاداتنا الإماراتية، وكيف الواحد في العزب في المخيمات الشتوية تكون بطريقة صحية. هلأ حطينا بعض الوصفات الصحية حتكون موجودة في فعاليات مسابقات الأهل مع الأطفال، الأطفال لوحدهم، في سكتشات المرشدات، دخلنا الكشافة، الخيول، حيكون في عنا طبعا دائما في عنا فائزين إن شاء الله، فائزين صحيا اللي هو عم بيفيد صحته، لأنه إحنا حنكون متواجدين ناخذ لهم قياس السكر والضغط، وطبعا هذا كله مجانا. حنقيس الكتلة الدهنية، نعطيهم إرشادات توعية بكل الأشكال اللي نقدر فيها، لأنه كان الهدف إنه إحنا نوصل للمجتمع، ما نتري المجتمع لا يمرض عشان يوصل لإلنا. وصلتوا لهم البر. إيه، دكتورة، هني مسألة وايد مهمة، يعني أنا أبغي أتحدث عنها يعني في القادم من اللقاء، ولكن خلينا بعد نركز على الفعاليات اللي سوف تقدم. هنالك فحوصات طبية، كيف الواحد ممكن يستفيد، وشو هي المسابقات اللي بتطرحونها كذلك؟ في سحوبات، في جوائز، في كتير جوائز، في كتير جوائز، في كتير سحوبات، رح يعني رح تعجب الجمهور. وفي معانا واسمح لي أشكر فريق طموح اللي هو تطوعي، عاملكم برنامج رائع رائع عشان يعملكم تكون موجودين على المسرح، تتفرجوا على سكتشات الإعلاميين، مثل مثلا محمود حيكون معانا، فهي فرصة اللي حابب يتعرف على محمود حيكون موجود معانا إن شاء الله. الإعلاميين، الممثلين، حيكون في عنا فنانين تشكيليين، حيكون في عنا زي ما قلت لك شو يسموهم المسرحيات الغنائية، سكتشات أوكي. على المسرح. هذا كله تطوعي على فكرة، بس علشان إحنا الناس تيجي تنبسط. طبعا الجوائز قيمة وجميلة من هيئة صحة دبي. حيكون في مسابقات نختبر فيكم، نختبر التغذية عندكم، ثقافتكم الصحية، مش بس التغذوية. يعني انتبهوا ان انا حسألكم لما بتاخذوا طبقكم اللي بالبيت كم سعرة حرارية فيه، كيف ممكن تخليه احسن. يعني استعدوا للمسابقات، غير في مسابقات فعلية اللي هو العجال، الزكزاك، اللي عارف المسابقات القديمة اللي تسوى التراثية، هي بنسوي قد ما نقدر، وفي مراجيح، وفي في كتير كتير اشياء للجمهور. زي ما انت تفضلت محمود، تميز عزبتنا غير انها مفتوحة مش لبس هيئة صحة دبي، للجمهور، للجمهور ككل، لان في النهاية نبغي نوصل الى مجتمع اكثر صحة بإذن الله. وسعادة. دكتورة، العزبة يعني حتى مساحتها كبيرة ما شاء الله، وفيها يعني أركان مختلفة، صحيح. الوصول لها سهل. نعم. طبعا انتم ماخذين تي لوكيشن بروحكم قاعدين وبعيد عن باقي العزة، فهي الفكرة ان التواجد في هذا اليوم العائلي يكون جميل جدا. الفعاليات متى دكتور؟ مفتوحة للجمهور خميس جمعة سبت من الساعة 3 للساعة 10 بالليل، ما عدا الجمعة ل 12 بالليل، لأنه في برنامج Children Got Talent، يعني ناخذ المواهب، أي طفل عنده موهبة، وناخذ تصويت الجمهور إنه إذا هاي فبيكون فائز، فكلهم فائزين بالآخر، يعني ما مش حزعل حدا، بس المهم تيجوا أنتوا عائلاتكم، وياريت الأهالي يشاركوا الأطفال، أحلى لباس رسمي لوطني، أحلى أكلة شعبية، يعني مفتوحة بكل قدراتكم، احنا حاضرين. يعني بهمنا كتير انه نتفاعل معاكم، واحنا موجودين عشان نخدمكم ونوعيكم. وحيكون في شيء اول مرة يمكن حيتعرفوا عليه الجمهور، جبنا حتى الشركات، في بعض الشركات عارضة، مثلا مي مدعم بفيتامين دال، هاي اول مرة حيشوفوه الجمهور مجانا، حياخدوه عشان يتعرفوا عليه ويستفيدوا. ففي اشياء احنا دائما نحاول كهيئه صحه دبي نجيب الاحدث والطبيا والجديد، فعندكم اشياء كثير حلوه. ممتاز. اذا الكثير من الفعاليات. نعم. اللي بتساهم في استقطاب يعني الجماهير الى موقع عزبه الهيئه اللي سميتوها عزبتنا غير، وهي بالفعل عزبه غير يعني. الله يخليك.
وشكلها وتصميمها بعد جميل جدا. الآن دكتور أنا أبغى أتوجه إلى بعض الأمور أو الممارسات الخاطئة التي يعني تمارس في يعني في طلعات البر عندنا. فبنركز شوية أو ما نبتدي في العادات الغذائية الخاطئة. شو اللي قاعدين نسويه نحن بشكل خاطئ وممكن أنه مثل ما ذكرتي في بداية اللقاء يسبب لنا إسهال إمساك يعني بعض التسمم لا قدر الله الكثير من الأمور هذه بالنسبة للأطفال والبالغين كذلك. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع خاصة هناك يعني من تبتدي تشوي هي كباب بالذباب. بتأيدني ويعني ادخل معي في الحديث في المواضيع اللي أنا شفتها. لاحظت أول شيء رايحين البر بتلاحظ كراتين من الشيبس صح؟ كراتين من الحلويات اللي بدون داعي صحيح. والبر بارد إضافة لأنه يتم تجهيز الأكل من خلينا نقول من الظهر وياخذوه معهم وينحط في مش كل الناس بتحطها في ثلاجات عرفت في ناس بتحطها يعني بس في قصدير ويلفوها طبعا خلينا اقول لك انه البكتيريا تنشط وتتكاثر خلال دقيقتين بتصير من 1 إلى 7 مليون خصوصا عند الدجاج الاسماك يعني اللي ياخذ زي ما تفضلت مشاوي. يا جماعه حاولوا دائما انها تكون مبرده تبريد قوي مغلفه بطريقه ما يتعرض لها الهواء لانه معظم التسممات اللي بتصير بسبب سوء حفظ الاطعمه. هي واحد. اثنين الاولاد عم بيلعبوا بالبر وزي ما انا شفت كمان عم بروح على القدره وعم بروح على اماكن كثيره بتلاحظ انه في كتير الارض مش دائما نظيفه الاولاد يلعبوا في الرمل وعلى طول يروحوا ياخذوا الاكل من غير ما يغسلوا دائما احنا نتوجه انه نتاكد انه وهون بيجي كمان التسمم انه نتاكد انه من نظافه الايدين قبل ما يمد ايده على اي اكل بده ياكله. دائما الالبان الاجبان البيض حاولوا بتبعدوا كتير عن الاشياء اللي هي مصنعه لانها هاي اصلا اسهل شيء انها تخرب وتتلف في الجو وتؤدي الى التسممات. دائما نروح للاشياء يعني جبن مثلا ناشف ناخذ الاشياء او اخذ معي سلطه يعني اخذ الخيار زي ما هو الطماط كذا سوي السلطه هناك فريش واكلها زي ما انت تفضلت. المشاوي من الاشياء اللي سيف ولكن احنا دائما نحاول نجيب اللي هو الفحم اللي ما بيطلع ثاني اكسيد الكربون بطريقه سيئه يعني يا ريت نجيب الاشياء اللي نشويها بطريقه اكثر صحيه وهي من ضمن الاشياء اللي احنا حنوعي فيها الناس في المخيم ان شاء الله. اخصائيات التغذيه موجودين كيف انا ممكن اعمل الطبخ بالبر بصوره صح. الحين دكتوره الحين يوم صغاري كنا ناكل رمل بعد ما في مشكله كان انظف والله يا لا. اي والله انا عم بشوف اشياء غريبه يعني للاسف الناس كمان ما عم بتحافظ على البيئه بصوره صح. يا جماعه هاي بلادنا حافظوا عليها وحاولوا انكم دائما في المكان يعني هذا بدل هذا بيتك صح. بلدك بيتك صح. نظافتك من يعني نظافه بيتك من نظافه بلدك. المكان اللي انت فيه حاول انك انت دائما تتاكد انه نظيف وما فيه اوساخ عشان في غيرك ممكن يستخدمه وينضر. احسنتي دكتوره لأن هذه مسألة جدا مهمة. يا جماعة الخير أنا في البر ساير قعدت ويا ربعي ويا أهلي ويا أخواني خواتي استانسنا انزين البلدية جزاهم الله خير يعني حتى وصلوا لي هناك وحاطي لكم بعض الأماكن الخاصة للنفايات لكذا. أنت مجرد ما تترك أي شيء ممكن تأثر على البيئة بشكل أو سيء تأثر ممكن الحيوانات الحشرات هذه كلهم جزء من البيئة وسلامتهم أصلا من سلامة البيئة لأن صحيح. هذه ديمومة الحياة فيها صحيح. فمسألة الحفاظ على النظافة وايد مهمة الواحد لازم أن ينتبه له. طيب الآن هذه العادات الغذائية في شيء تبغين تضيفينه بعد دكتورة بالنسبة للعادات الغذائية حفظ الطعام غيره في بعض السلوكيات في شغلة أنه إحنا بالشتاء ومعظم الناس ما بتشرب المي فعلشان هيك إحنا وبرضو الشمس مش دائما بيطلعوا بيكون الصبح
بالدوامات وبالليل برد، فبالتالي احنا دائما بنحاول ندعم شرب المي بالشتاء لانه معظم الناس بتعرضوا للجفاف، ويا جماعة ما بيحسوا بالبرودة ها في الجو البارد ما بيحسوا، ونسبة الجفاف بتصير اعلى ما يحس بالعطش بالضبط. فاحنا عم نحفز، وعشان هيك معنا المي موجودين على اساس كمان ندعم شرب المياه بصورة جيدة، لانها 70% من جسمنا مي. فإذا بدك تحافظ على رشاقتك اشرب مي كفاية وتقي نفسك من العديد من الأمراض. يعني هذه أثبتت علميا بالعديد من الدراسات. صحيح. دكتورة صحيح. طيب الآن الجو غبار زين، ممكن يكون في هواء، ممكن يكون برد، ممكن يكون يعني الكثير، حتى أثناء الشوي مثل ما ذكرتي ممكن الفحم يطلع ثاني أكسيد الكربون وغيره من الممارسات. الواحد شو يسوي دكتور عشان يحفظ صحته؟ يعني دائما ما يستهين في الجو، إنه دائما يتدفى ودائما يكون معاه مثل نمر يينا لابس صوف وشال وما يعني وجوتي بس صح كلام كرمكم صح. الله يعني وين صح دكتور الاستوديو حر وهو ما شاء الله انت عم تحكي عن الاستوديو فكرت البر هني قبل البرد هو مجهز المواضيع. في ناس سبحان الله يعني في ناس بتبرد بطبيعتها، فنصيحة يعني وهذا اللي حصل انه في ناس ما توقعت هالقد برد لما كنا عم منحضر للعزبة، في ناس اجوا احنا متعودين على البرد وكذا. يا جماعة هوا الصحراء هوا بفعلا بمرض إذا أنت ما تدفيت بصورة صح، خصوصا إذا كان الواحد ماكل أكل دسم الظهر مثلا وطلع على هاي على طول الجسم بيصير معه إسهال بيصير معه صرع، وهذا حصل إنه في ناس تأذت بسبب عدم تدفئة الجسم بصورة صح. دائما حاولوا تاخذوا معاكم أشياء تدفيكم. بالنسبة للشوي اللي بيشوي نصيحة يشوف وين اتجاه الريح ويوقف بعكسه، لأنه ثاني أكسيد الكربون بيطلع ويؤذي الرئتين، ودائما يحاول يجيب ماسك إذا هو يعني تعرف أحيانا بيكون أكثر من شخص فواقفين، فبضطر أنه يكون واقف في المسرب يغطي الفم حتى ما يتنشق ثاني أكسيد الكربون. يعني أشياء بسيطة ممكن أنت يتلحف بالغطرة إذا رجل يعني أو في الحجاب يثبت. جميل. طيب دكتورة هذا بالنسبة للكبار، الأطفال شو السلوكيات اللي لازم يعني الأهالي ينتبهون لها للحفاظ على سلامة أطفالهم؟ كتير من الأهل بر مبسوطين بتركوهم يلعبوا بالرمل، في حشرات لازم ينتبهوا لها، في أشياء بتكون مكسورة، وهذا اللي أنا قصدته في عدم الحفاظ على البيئة. إحنا شفنا أزاز وإحنا عم ننظف العزبة يوسف ومحمود وعم نظبطها، شفنا زجاج مكسور. فنتمنى دائما أي مكان تجلسون فيه يكون يعملوا تمشيط لإله، يتأكد أنه أمان للطفل، وبعدين يتركوه ويضل عينهم عليه بنفس الوقت، ما يحط رمل في فمه، ما يحط مشاكل على أساس يعني ما يدا، ويتأكد أنه الطفل عم بيشرب مي كفاية وعم بيأكل أكل متوازن، لأنه بيحرق سعرات حرارية قوية جدا في البر وفرصة حيجوع، فحاول انك تحط الاكل متوازن عشان ياكل الاكل الصحي. ممتاز. طيب نرجع دكتورة نذكر بعزبتنا غير اللي العزبة اللي تقيمها هيئة الصحة بدبي للتواصل مع موظفينها وايضا مع الجمهور من خلال تواجدها، المكان والفعاليات متى تكون، وخبرينا كل شيء على السريع في بمنطقة الطي من 3 إلى 10 ليلا الخميس والسبت، الجمعة من 3 إلى 12 في الليل، من بداية الأسبوع القادم من الخميس هذا لغاية 31/3 إن شاء الله تعالى. إحنا متواجدين خميس وجمعة وسبت، وفي احتفالية شهرين، حفل مسابقات، احتفالات، أنشطة، راح تنبسطوا كتير، وفي شركات عم تعملكم أكل بطريقة صحية، تعالوا بس. جميل. إذن هذه دعوة نوجهها للجميع لمشاركتنا في عزبتنا، هذه العزبة اللي هي عزبة غير أصلا لأن فيها العديد من الفعاليات، هذه دعوة لكم مستمعينا للمشاركة ضمن هذه الفعاليات. نمر أنت معزوم لا تطالعني أكيد أول واحد لازم تكون موجود معانا، فعاليات المستمرة لمدة شهرين إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب يعني نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة إن شاء الله. ضمن هذه الفعاليات اللي سوف تقام في هذه المنطقة، منطقة الطي معروفة وين العزب والمخيمات الشتوية. صحيح.
مو ببعيدة يعني وايد، ولكن فيها أجواء جميلة. إذا نتمنى لكم الصحة والسعادة دائما إن شاء الله. شكرا لك دكتورة وفاء مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لمخرجنا نمر محمد عبد اليوم كان معنا، جزاه الله خير. وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.